تحية اكيد لكل جمهور النادي الاهلي اللي بنبارك له على اكيد تاهل النادي الاهلي الى السيمي فاينال في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله. خطوات بسيطه جدا بقى تحسمنا على البطوله العاشره، الحلم الكبير كالعاده لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل. كانت فرحه مميزه وفرحه كبيره جدا امس، لكن احنا متعودين الفرحه بتكون قليله في توقيت قليل ثم مباشره بتكون دوافع مختلفه ورغبه كبيره في تحدي جديد في السوبر الافريقي. الامور الحمد لله مشيت بشكل رائع ومميز جدا في المباراه. الاداره الفنيه الحقيقه لبيتسو موسيماني كانت اكثر من رائعه، اداء اللاعبين ورجولتهم كل الامور دي الحقيقه شفناها وكان جمهور النادي الاهلي لمسها بشكل كبير جدا، فيمكن دي النقطه المهمه. كمان الكابتن محمود الخطيب الحقيقه حي اللعيبه على ادائهم المميز وعلى الرجوله وعلى شخصيه النادي الاهلي. مباراه كانت حساسه ومباراه كانت حاسمه، لكن الحمد لله الظروف الحمد لله كانت معانا، المناخ كان معانا، كل الامور الحمد لله. كل من يجتهد وكل من يكون على قدر المسؤوليه ربنا بيكافئه، ده الحمد لله اللي قدر النادي الاهلي حققه امس في مباراه اكثر من رائعه لفريق النادي الاهلي. عايز اتكلم معاكم طبعا بقى على الفصل التام اللي انتهت خلاص البطوله الافريقيه بالنسبه للموسيماني في هذه اللحظات، ثم تفكيره الكامل للسوبر الافريقي الاهلي ونهضه البركان في قطر. احنا الحمد لله المسحه كانت سلبيه كعاده بعثه النادي الاهلي بالتزامها الاجراءات الاحترازيه المشدده كعاده كل البعثه بالكامل. احنا دلوقتي في اللحظات دي خلاص نقدر نقول ان احنا نتوجه الى المطار. طائره النادي الاهلي ستكون الثانيه 10 ظهرا بتوقيت بريتوريا، ثم 7 ساعات الى اسوان، هتكون ساعه ترانزيت، ثم 3 ساعات ونصف الى قطر. يعني ممكن البعثه بالكامل تصل في 10 مساء. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي، حلم كبير وحلم جديد، بطوله غايبه عن كل فريق النادي الاهلي وعن النادي الاهلي وجماهيره من فتره طويله جدا، لكن ان شاء الله باذن الله مع المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. لكن اكيد بقى من خلالكم ومن خلال شاشه قناه الاهلي النادي الاهلي هنكون مستمرين معاكم بكواليس خاصه وحصريه يوميا من قطر، ننقل فيها كل الاخبار وكل كواليس النادي الاهلي اللي بيستعد بكل قوه لهذه المباراه. عوده لك زميلي كريم، عوده لك زميلي تبعون.